السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا. وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. لما بنيجي نتكلم عن الصفرة أو كما يطلق عليها في بعض البلدان أبو صفار اللي بيصيب عدد كبير من المواليد، لازم نبقى عارفين شوية معلومات ومعلومات من مصدر موثوق فيه، لأن الصفرة ممكن تكون حاجة هينة جدا وتعدي وهتعدي بسلام، وممكن تكون حاجة مرضية تحتاج تدخل وعناية أشد شوية. ولو تركنا الأمر كده بدون ما يبقى عندنا وعي، ممكن حاجة بسيطة كانت في إيدك وانت ضيعتها عفوا بالجهل. لذلك حبيت نجيب المعلومة النهاردة من مصدر موثوق، وهو الدكتور أشرف نبيه استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، واللي هيكون ضيف حلقة النهاردة. يلا بينا الدكتور أشرف نبيه، الدكتور الاستشاري بطب الأطفال وحديث الولادة، وصاحب كمان قناة طبيب أطفال كل العرب على اليوتيوب. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك دكتور باسم، وأهلا بكل متابعين حضرتك من متابعي قناة الرشيد أهلا تحت أهلا الكرام، بحضرتك. أهلا وأنا بحضرتك، سعيد إن شاء الله أن وإحنا كمان يا فندم معاكم هذه الدقة. سعداء بوجود حضرتك معنا. دكتور أشرف، خلينا نطمن الناس أو أغلب الحوامل اللي بيسمعونا، هل الصفرة أو أبو صفر ده مرض خطير في الأغلب ولا لأ؟ الصفرة مرض بسيط جدا، علاجه برضو علاج بسيط من الناحية التقنية ومن الناحية المادية، مش حاجة من الحاجات الكبيرة أو مش حاجة من الحاجات اللي تكلفتها عالية، بس لو أهملت الصفرة بتبقى مشكلها كبيرة، لأن الإهمال فيها يؤدي إلى تخلف عقلي، لأن الصفرة بتوصل للمخ وتؤدي إلى التخلف العقلي. ده بالنسبة لهل الصفرة مرض خطير ولا مش مرض خطير. دكتور أشرف، خليني أسأل حضرتك سؤال تاني، هل الحامل وهي حامل تقدر تعرف إن الطفل اللي جاي ده ممكن يجيله صفرة ولا لأ، ولا مش ممكن تعرف الحكاية دي؟ تقريبا النسبة كبيرة جدا من الأطفال، قلنا حوالي 4 أخماس هيجيلهم الصفرة، فكل أم بتبقى متوقعة إن ابنها أو بنتها ممكن يجيله صفرة، بس في تمام. أمهات يبقى عندهم تمام. الاستعداد أكتر أو التوقع أكتر، وخصوصا الأمهات اللي فصيلة الدم بتاعهم O أو الـ RH بتاعهم اللي هو عامل ريسس سالب، متوقعين إن طفلهم لو طلع فصيلة الدم أي حاجة غير الـ O أو عامل ريسس طلع موجب، تبقى متوقعة ان الطفل ده في الغالب هتبقى الصفرة بتاعته من بدري قوي، ممكن تبقى من اول يوم او من تاني يوم، وهتبقى صفرة عالية جدا، وده يستوجب دخول الحضانة ولازم يبقى تحت مباشرة الاطباء. في برضو تساؤل عند بعض الحوامل بيسألوا اختلاف فصائل الدم، او في بعض ما يسمى بين الناس يعني زمرة الدم، باللغة العربية زمرة الدم، اختلاف الفصائل بين الزوج والزوجة، هل له علاقة بالصفرة ولا لا؟ اختلاف فصائل الدم بين الزوج والزوجة ليس لها علاقة بموضوع الصفرة. دكتور أشرف، هل تقدر الحامل وهي في رحلة الحمل تقدر تحمي طفلها اللي جاي من إصابته بالصفرة؟ هل في أي حاجة تقدر تعملها ولا لا؟ مفيش واحدة ستة تقدر تحمي طفلها من الصفرة، تمام. إنما بعض الحالات المرضية ممكن الأم تحاول تقلل نسبة الصفرة في الطفل اللي جاي، وخصوصا حالات الـ RH، الست اللي الـ RH بتاعها سالب وابنها RH موجب، لو هي بتاخد حقنة الـ RH مباشرة بعد الولادة مباشرة خلال 3 أيام، الابن اللي جاي تمام، مش المرة دي، المرة اللي بعدها بتعمل وقاية للحمل اللي بعد كده. دكتور أشرف معلش بنثقل على حضرتك، ولكن سؤال آخر من برضو بعض الأخوات كانوا بيتساءلوا فيما يخص نوع الولادة، هل نوع الولادة لها عامل على إصابة الطفل بالصفرة من عدمه ولا لا؟ الإجابة على هذا السؤال إن نوع الولادة ليس له تأثير كبير على حالة وجود حالة الصفرة في طفل حديث تمام. الولادة، يعني ممكن الطفل اللي مولود قيصري والطفل اللي مولود طبيعي الاثنين يجي لهم نفس أسباب الصفرة ونفس حالات الصفرة، بس الطفل اللي مولود طبيعي شوية صغيرة قوي أو نسبة بسيطة قوي، قلنا أنه ممكن يتعرض لزنقة الولادة فيجي له زي كدمة أو تجمع دموي تحت جلد الرأس،
وده ممكن يبقى سبب من اسباب السفره، يبقى صعب وجود هذا السبب في الاطفال اللي تمام. مولودين قيصري. سؤال كمان، ايه اللي المفترض يعمله الاب؟ انا بقول بقى هنا الاب، لان طبعا الام بتبقى في دنيا تانية يعني. فالاب اول ما الطفل يتولد، ايه اللي يفترض انه يعمله عشان يطمن على ابنه؟ يعني ايه الاجراء؟ قول لنا كده 1 2 3، ايه اللي يفترض احنا نعمله بمجرد ما الطفل يتولد عشان نطمن هل السفرة بتاعته دي حاجة عادية ولا من النوع الخطير؟ احنا اتفقنا ان في امهات هيبقى ابنهم او طفلهم عنده استعداد في موضوع الصفرة اكتر من غيره، الامهات اللي فصيلة الدم بتاعها او والار اتش بتاعها سالب، لازم الاب او اي حد موجود مع الام هياخد الطفل دوت يوم الولادة في اول يوم ويروح لاقرب حضانة ويعمل حاجة اسمها قياس نسبة الصفراء بجهاز الصفراء اللي بيقيس عن طريق الجلد، عشان مش هنقعد ناخد كل شوية عينات دم لان احنا هنقيس مرات كتيرة. الطفل اللي امه فصيلتها او الارتش او الار اتش بتاعها سالب، لازم الاب او اللي مع اي حد مع الام هياخد الطفل ويروح بيه الحضان في اول يوم يقيس نسبه الصفرة. لو نسبه الصفرة طلعت اي رقم فوق الستة او السبعة لازم نعمل تحليل في الدم، وفي نفس اليوم احنا كده كده هنعمل تحليل فصيل الدم وار اتش للطفل عشان نعرف هو في اختلافات ولا لا. ممكن نعمل فصيله الدم نلاقي او زي امه يبقى ما عندناش قلق، او نلاقي الار اتش يطلع سالب زي امه يبقى ما فيش قلق. يبقى احنا عايزين نعمل الفصيله والار اتش بتاع الطفل في اول يوم ونقيس له نسبه الصفره بالجهاز، طلعت النسبه 6 7 هنعمل تحليل في الدم، طلعت النسبه اقل بعد 6 ساعات ل 12 ساعة نرجع نعمل القياس مرة أخرى ونتابع خلال الثلاث أربع أيام الأولانيين في الولادة من الولادة عشان نتابع نسبة الصفرة، احتمال في أي يوم من الأيام هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى ممكن الصفرة تعلى للرقم اللي الطبيب هيعرفه ويقول ده الطفل دوت محتاج يدخل الحضانة. القياس عشان ما نقعدش نعمل تحليل دم كل شوية، القياس في الأول بيبقى عن طريق جهاز الصفرة عن طريق الجلد وده موجود في كل الحضانات. طيب لو الست فصلتها أي حاجة تانية غير الأو والآر اتش بتاعها موجب، ما عنديش مشكلة خالص، ممكن الطفل يروح البيت ويتابعه لون وشه لأن الصفرة دي بتبان لون صفار على الوجه وجسمه، يجوا في نور ربنا كده جنب شباك أو جنب باب مش في الإضاءة بتاعتنا الصفراء أو الإضاءة البيضاء دي اللون مش هيبان، نيجي في إضاءة ربنا نور ربنا جنب باب أو شباك وتبص في وشه، لو في لون أي لون أصفر ظاهر هنوصل الحضانة نقيس نسبة الصفرة بجهاز الصفرة اللي عن طريق الجلد، وعلى أساس الرقم بتاعه هنقدر الدكتور يحدد الطفل ده محتاج تحاليل أو محتاج يدخل الحضانة ولا لأ.